صباح الخير أحبائي في الصف الرابع الأساسي. مادة اليوم قراءة وتحليل، أما موضوع درسنا هو 20 إصبعاً. نتعرف الآن إلى أهداف الدرس: ألف، أن نشاهد صورة، باء، أن نجيب عن مجموعة أسئلة حول الصورة ثم نخمن القصة، جيم، أن نستمع لقراءة المعلمة، دال، أن نقرأ قراءة صحيحة. شاهدوا هذه الصورة ثم أجيبوا عن السؤال التالي: ما الغريب اللافت في هذه الصورة؟ الغريب اللافت في هذه الصورة أن اليد لها 10 أصابع. هيا نجيب عن الأسئلة التالية لنخمن القصة: هل أسأت مرة إلى صديق لي؟ نعم، أسأت مرة إلى صديق أحبه كثيرا. هل اعتذرت إليه عن إساءتي وكيف؟ نعم، اعتذرت إليه عن إساءتي، وذلك عبر مد يد المحبة والمصالحة وعدم تكرار الإساءة. حان الوقت الآن لنفتح كتاب القراءة صفحة 17 ونستمع إلى قراءة المعلمة: البارحة عند انتهاء الدوام المدرسي غضب مني صديقي سامر غضبا شديدا. قال لي بحزم: لم تنتظرني لنركب حافلة المدرسة معا، أنا أخاصمك، لا تكلمني لمدة 20 ساعة. يا إلهي، 20 ساعة، هذا كثير. سامر أقرب صديق إلي وأنا لم أقصد أن أغضبه. ركبت الحافلة على عجل لأني كنت أتمنى العودة إلى المنزل بأسرع وقت ممكن، فقد كنت جائعا جدا، وشيء واحد كان يحتل تفكيري وهو طبخة الملوخية التي سآكلها عند الغداء. كيف أعتذر إلى سامر؟ فكرت كثيرا ثم قررت أن أرسم له لوحة. هنا أحبائي، برأيكم ما هي اللوحة التي سيرسمها لسامر؟ وهل ستعجبه؟ سنتعرف إليها في القسم الثاني من النص. أخيراً، أطلب إليكم اختيار مقطع من مقاطع النص وقراءته بإتقان ثم إرساله لي. إلى اللقاء.